أرسل تويتر الأخ صالح المزيد يقول لك يعني يتكلم عن أداء الحكومة واختيار القياديين، لماذا لا يرفع شعار الحكومة المنتخبة والتوجه لها تدريجيا 50 سنة احنا ونحن في الانحدار؟ خليني أقول لك شيء. انزين هذا السؤال وين من 2009 عن اللي دافعوا واللي يتكلمون عن الحكومة المنتخبة؟ ما كانوا هم أغلبية في المجلس مدافع الحكومة اللي رفع الشعار، ليش ما مارس هذا الدور يوم كان هو عند الأغلبية المريحة ودخل في الحكومة؟ أنا شخصيا أعتقد ما عندنا مشكلة، أنا شخصيا ما عندي مشكلة إذا كانت الحكومة المنتخبة، لأن دستوريا الحكومة بشكل غير مباشر منتخبة، لأن هي من ناحية دستوريا صلاحية صاحب السمو باختيار رئيس الحكومة، لكن أنت كذلك دستوريا من حقك طرح عدم الثقة بأي وزير، وحتى بالحكومة مجتمعة في حالة وجود الأغلبية. ما أنت يا عزيز الفاضل كان عندك أغلبية وشاركت في الحكومة، وينك ما اتخذت هذا الاجراء ورفعت هذا الشعار؟ السؤال الثاني من الاخ مراقب يقول لك النائب جمال العمر، كيف تفسر الدور الرقابي لمجلس الامه ومبنى مكاتب النواب الملاصق لمبنى المجلس معطل بسبب تقاعس المقاول؟ يعني اقول انا اتفق وياك، هذا المشكله المجلس الاخوان مجالس السابقه من ضمن القضايا، يعني كلامه صحيح، ومع الاسف احنا في المجلس اصبح لنا سنه ونص قاعد نعالج خمال المجالس السابقه. اعطيك مثل بسيط، اللجان لجنه حمايه مال العام، شو القضايا اللي عندي؟ استاذ جابر مال المجلس السابق، الداو كيميكال، موضوع شل، كل القضايا والبلاوي المجلس السابق احنا قاعد نرجع فيها، لان ما كان فيها تقارير اساسا في السابق، احنا اللي رفعنا تقارير بشكل قانوني واستعنا بديوان المحاسبه. يعني الكلام اللي قاعد تسمعه شيء، يومين احنا على ارض الواقع ولا ماكو شيء، بس حكي. هل فعليا اتخذت اجراءات؟ ماكو اجراءات، حتى انسرقت الديزل ولا تقرير مع الاسف. والتقارير لمعلومك الخاصه اللي كانت موجوده حتى يعني بدايه عملها انجزناها ورفعناها على جدول الاعمال، اصبحت واقع من خلال تقارير فعليه موجوده، وراح لها دور مناقشتها واتخاذ القرار السياسي. مو هذه القضايا، قضايا كثير، خذ يعني قول كل المشاكل اللي قمنا نعاني منها الآن، حتى استقرارنا وخسارنا وتراجعنا وكل الأمور هذه كلها من البلاوي اللي المرحلة السابقة اللي احنا عشناها. لأن اليوم اللي تشوف واقع الحال، كثير من الأخوان يقول احنا ما نشوف إنجازكم. قلت له يا عزيز الفاضل، الإنجاز اللي تشوفه اليوم هذا مال المجال السابقة، يعني المشروع ما ينجز بيوم وليلة. لو كانوا اللي قبلنا مثلا قبل 4 سنين موقعين هالمشاريع كان شفتها اليوم، هذا ما يصير انجازنا، يصير انجازهم. احنا انجازنا وشغلنا راح تشوفه بالفتره القادمه على العقود والمشاريع اللي موجوده. لذلك اذا انت يعني مستاء، انت تقيم لي على التشريعات اللي انجزتها، لكن من واقع الحال شيء ملموس بهذه المشاريع ما تلمسه، لان اللي قبلنا ما مشى شيء.